الذي أخر اليوم يعني روسيا من التدخل عكس ما يعني رأيناه في العام 2015 عندما هبت لمساعدة سوريا ضد الإرهاب حينها؟ أولا، روسيا قلصت وجودها في سوريا ليس بشكل كبير، ولكن الأزمة في أوكرانيا قد تطلبت مزيدا من القوى الحية ومزيدا من ضباط لديهم خبرة عسكرية، فهذا يمكن له أثر أيضا. وثانيا، روسيا الآن تعتقد يمكن أن علاقاتها مع تركيا كما هي علاقاتها مع إيران هو أمر ضروري جدا، فالحفاظ على هذه العلاقة بالنسبة لروسيا مهمة للغاية، فإذا هي معادلة كمان غير سهلة بالنسبة لروسيا. ولكنني لا أشك أنه المساعدة الروسية لسوريا هي مستمرة وروسيا لن تتخلى عن هذا الشيء. أما بالنسبة لمسار أستانا، حتى الآن في حديثه مع حكام فيدان وباس عراقشي، وزير لافروف أشار إلى ضرورة انعقاد هذا المؤتمر والعودة إليه. ولكن أكثر من مرة الطرف التركي عبر عن عدم ارتياحه أو على الأقل عدم تفاؤله بهذا المسار، وحتى كازاخستان حيثما تقع مدينة أستانا هي عبرت عن شكوكها، ولكن روسيا أصرت على ضرورة استمرار واستئناف هذا المسار. أنا برأيي هو هل يعني نتوقع